بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أخباركم إيه؟ إزيكم؟ عاملين إيه؟ رب تكونوا دايما بخير. كلنا عارفين طبعا زهرة الخطمية اللي أنا نشرت لها 2 ريفيو قبل كده على القناة. النهاردة هنتعرف على طريقة إنتاج تقاوي الخطمية، خاصة ان هي نبات ذو حولين بحتاج اجدد زراعته من سنة لسنة او اعمل له اكسار من مكان لمكان باستخدام التقاوي. طب ايه هي التقاوي؟ طب ازاي ننتجها؟ يلا بينا نتعرف على الطريقة والخطوات لغاية ما توصل للكيس زي كده بالظبط. يلا بينا. دي احد ثمار نبات الخطمية او زهور الخطمية الألسية. تعالوا نفتحها ونشوف البذور داخلها شكلها ايه. اهو هنقشرها كده، هي فيها 5 مصاريع بتتفتح اهي، لو عديناهم هنلاقيهم 5 اهو، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. هشيل الورقة كده او الورقة الصغيرة دي اهو. ده شكل البذور، لونها اسمر او اسود اللي هو انا استبعدت كل دول، والقشور. هلاقي كمان البذور احيانا بتبقى لازقه في بعضها كده، اهو عباره عن دايره مبططه غير كامله الاستداره، لان بيظهر فيها منطقة السرة أو الحبل السري اللي بتلتصق فيها البذرة بنبات الأم، تبقى ناقصة كده داخلة لجوه شوية سرة داخلية. لو احنا عدينا البذور دول من الثمرة الواحدة نعدهم، أدول كده 5 وأدي 5 وأدي 5 وأدي 5 كمان هنا 5، ناخد كده 5 وهنا 5 ودول كده، عشان دي فيها 2 اهي، هيبقى كده 5. لو عديناهم ادي 1 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 × 5 ب40 بذرة، يبقى كل ثمرة من دول بتحتوي على 40 بذرة من بذور الخطمية. دي ثمار نضجت وبدأت تتفتح، ولو انا تركتها كده من غير ما اجمعها او اجمع البذور اللي لونها اسود دي كده مرصوصة جوه الثمرة، هلاقيها بتقع في الارض زي ما شايفين كده مع بعض، او تفرط على الارض، وطالما فرطت ده بيعتبر فاقد في المحصول البذري. عشان كده انا المفروض اجمعها على فترات مش مرة واحدة، كل ما ينضج عندي عدد من الثمار اجمعه اهو، واترك الباقي لغاية ما ينضج وبعد كده اجمعه. يبقى الجمع فيها على مراحل، يا اما بينا نجمع الثمار. يلا بينا. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعالى نكمل مع بعض. دي بقى ثمار الخطمية بعد ما نضجت، واللي داخلها في صفوف بشكل منتظم جدا سبحان الخالق هي البذور. البذور عبارة عن يعني دائرة مبططة، كل ثمرة من دول أنا عديت البذور اللي فيها بيوصلوا حوالي 40 بذرة. فلو النبات ده فيه مثلا 50 بذرة، احنا شايفين كم 50 ثمرة، احنا شايفين كم الثمار اللي على الفرع الواحد،
يبقى كده 50 في 40 بحوالي 2000 بذرة من النبات الواحد في المتوسط، رغم ان النبات طوله ده حوالي 1.5 متر، عندنا نباتات بيوصل طولها لأكتر من 2 متر، وهنشوف ده دلوقتي مع بعض. أهم حاجة زي ما بقول ان احنا نجمع البذور اهي قبل ما تفرط على الأرض بالشكل ده. انا مجرد ما بلمسها بتطلع في ايدي على طول، خاصة ان هي نضجت وجفت، لكن مع الحرص الشديد لانها بتقع منها كمية كبيرة على الارض، وانا المفروض مسيبهاش لغاية التفتح الكامل ده عشان اجمعها. ده شكل البذور اهي لونها اسود الهواء بيطيرهم. تعالوا نشوف ازاي هنعمل تنقية للبذور وازاي نجففها في الهواء الطلق كده، نسيبها فترة وبعد كده نعمل لها تعبئة في أكياس. النهاردة معانا تقاوي الخطمية، وكلمة تقاوي بتعني أي جزء من النبات بأستخدمه في إكساره وتكرار زراعته من سنة لأخرى أو من موسم لآخر. التقاوي دي ممكن تكون تقاوي بذرية أو تقاوي خضرية. تقاوي بذرية زي البذور اللي احنا شايفينها دي دلوقتي، تقاوي خضرية يعني جزء أخضر من نبات زي درنة البطاطس أو درنة البطاطا على سبيل المثال. التقاوي بتمر بثلاث مراحل علشان أنتجها. أول مرحلة هي زراعة النبات في الأرض وموالاته بعمليات الخدمة، ري، تسميد، عزيق، مقاومة حشائش، مقاومة أفات، إلى أن يبدأ في التزهير وتكوين الثمار اللي هناخد من جواها البذور. طيب المرحلة الثانية، المرحلة الثانية هي الحصاد، إن أنا أحصد الثمار من النبات اللي هتديني البذور. وهنا قلنا أهم حاجة عندي إن الثمار دي تكون وصلت لمرحلة النضج علشان أتأكد إن الجنين اللي جواها نضجه اكتمل داخل كل بذرة ويحتفظ بحيويته وصالح للإنبات وتكوين نبات جديد. النقطة الثانية أو المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة هي إعداد التقاوي دي للتخزين عشان نستخدمها للمواسم المقبلة. يبقى زراعة المحصول، حصاد التقاوي، تخزين التقاوي. وفي التخزين أهم نقطة إن أنا أكون خزنت التقاوي في منطقة خالية من الرطوبة، في عبوات تمنع تسرب الرطوبة للداخل عشان البذور ما يحصل لهاش تعفن وتفقد حيويتها. كمان ان انا اكون عملت تطهير للمخزن اللي انا هخزن فيه التقاوي. وقبل كل ده لازم اكون انا التقاوي لما انتجتها كتبت عليها تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية المحتمل، خاصة لو كانت التقاوي دي بتحمل مواد زيتية او مواد دهنية تقصر من فترة احتفاظها بالحيوي. طيب تعالوا نشوف احنا ثمار الخطمية دي بعد ما جبناها من النبات هنجففها ازاي وازاي نستخرج منها البذر. كده انا جمعت ثمار الخطمية بعد ما وصلت لمرحلة من الجفاف، لكن قبل ما تتفتح تفتح نهائي المصاريع اللي احنا قلنا عليها دي وتبتدي تفرط البذرة على الارض او تتساقط على الارض ويبقى عندي فاقد في المحصول. بعد ما باخدها واجيبها كده على البيت بحطها في منشر بسيط جدا زي الطبق ده كده، وبجففها في مكان مظلل ما توصلهوش أشعة الشمس عشان ما تضرش بالجنين اللي داخل البذور. يبقى ده شكل البذرة أثناء التجفيف أو الثمار أثناء التجفيف لوصولها لمرحلة الجفاف التامة قبل ما أبتدي أستخرج منها البذور. كده هي جفت، هبتدي أنا أفرط كل واحدة كده وأعمل لها عملية غربلة
ويستحسن طبعا ان انا اتخلص من كل القشور اللي فيها دي، ممكن اغربلها على عدة مرات مش مرة واحدة. بعد كده ببتدي احتفظ بيها في عبوات من القماش او عبوات من الاكياس البلاستيك او عبوات من الاكياس الورقية، ودي طبعا افضلها، وبعد كده احطها في عبوات كبيرة من البلاستيك. دي عبوة، احد العبوات اللي انا عملتها اهي، طبعا بكتب اسم النوع بتاعي بذور الخطمية، تاريخ انتاجها ابريل 2021. كده انا ابقى انتجت محصول تقاوي من نبات الخطمية، احتفظ بيها لاكثار النبات سنين مستقبلية واكرر زراعته من سنة لاخرى. مشاهدينا في باقة أفكار، إذا عجبكم الريفيو ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب لقناة باقة أفكار. مع أطيب تحياتي ليكم دكتورة رؤي.